الحمد لله على كل شيء. طبعا احنا عارفين ان البطوله صعبه، احنا بقالنا اكتر من 27 سنه ما اتعملتش هنا دي حاجه. اشتركت البنات في خلال ال 27 سنه دول حوالي 4 مرات، كانوا بعاد قوي. ده نتيجة ان احنا ما عندناش برضو هنقول منتخب كبير في مصر، فما فيش الخبرة. الحمد لله انا شايف ان الاول كان البطولات دي الاهلي ما كان بيخش كانت ليه فرق 20 وفرق 30 تمام، وعشان كده ما كناش بنروح، ما حدش كان بيشترك. انا شايف انها البداية دي كانت اي نعم مش كويسة بالنسبة لنا كمكسب وخسارة. إن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى الماتشات أحسن. هم خدوا النهاردة خبرة الملعب، الأجسام زي ما احنا شايفين أجسام جامدة جدا. احنا أجيالنا مواليد 98 و96، وأكبر واحدة فيهم عندها حوالي 21 سنة عندنا تمام. هم هناك متعودين على الاشتراكات، اشتراك البطولة الأفريقية دايما. ده مش مبرر، بس أنا شايف إن الفرقة شكلها النهاردة أحسن. أي نعم النتيجة مش في صالحنا، بس أنا شايف في خطوة اتخذت إن احنا الرهبة دي بنحاول نشيلها، بنحاول نجاري الأجسام ديت. النهاردة طلع فرق 5، أنا شايف إن النتيجة طبعا ما ترضيش جمهور الأهلي ولا ترضى مجلس الإدارة. انا عارف كويس قوي ان احنا داخلين البطوله دي احنا ما عندناش اي حاجه بالظبط ان نقول ان كان ابطال افريقيا، لا احنا بنحاول نشترك